أول شيء خلوني أرحب فيكم في هذا البث وهي إن شاء الله السيمينار اللي بتستفيدون منه في مجال الإبداع والابتكار، وأشكر لكم حضوركم. كان التعريف موجود في الإعلان اللي نزل، فما بتكلم كثير، ولكن بنمر على هاي الأمور أيضا مرور سريع يوم بنشتغل في الورشة. ولكن اسمي عرفته أكيد أمل إبراهيم آل علي، أستاذ في جامعة الشارقة. أدرس من الأشياء اللي أهتم إني أنا أدرسها مساق الابتكار وريادة الأعمال، وبكلمكم عن هذا المساق وأبعاده إن شاء الله في المحاضرة يوم بنتكلم بعد شوي. كنت أتمنى إني أنا أتعرف عليكم كلكم ما شاء الله، مثل ما أنا شايفة في حضور كبير، كنا حابين نعرف منو الحضور. إذا ترومون بس على الشات نحطوا نبذة عنكم، فبيكون شيء لطيف، ما بتقرأني ولكن على الأقل بنروم نقرأ بعدين ونطلع عليه ونعرف منو اللي كان ويانا يعني. إذا كنتوا حابين، أنا طلبت من الأخوات في الخدمات الاجتماعية إني أنا أدخل من لابتوبين عشان أقدر أسوي شير للباوربوينت برزنتيشن أو المحاضرة. بنزل لكم بس الباوربوينت برزنتيشن انا عشان نقدر نكون متابعين وياها. اوكي، انا سويت شير للمحاضرة، السلايدات موجودة؟ موجودة طبعاً؟ ايه ايه موجودة. اوكي موجودة الحمد لله. في محاضرتنا اليوم، انا ما احب اسميها محاضرة، خلنا نقول حديث او نقاشنا اليوم، بنتكلم عن الابداع والابتكار، وانا حبيت اضيف كلمة يمكن ما كانت موجودة في عنوان الورشة، وهي كلمة والريادة العالمية. مهم جدا أن احنا نعرف أهمية الإبداع والابتكار في عملية الريادة العالمية. اليوم الجميع يبحث عن الريادة، الجميع يبحث أن يكون في المقدمة، ويوم أقول الجميع أقصد على مستوى الدول. احنا نبغى نشوف احنا كمجتمع شو دورنا أن احنا ندعم رؤية دولتنا في الريادة العالمية من خلال الإبداع والابتكار. بنتعرف على الإبداع والابتكار، لكن الأهم من أن احنا نتعرف على الإبداع والابتكار أن احنا نعرف نوظف الإبداع والابتكار كل في مجاله، كل شخص في مجاله كيف بيروم يوظف هذه المهارة عشان يقدر يوصل لما سنسميه بعد قليل رؤية الإمارات 2021 اللي هي السنة القادمة، ورؤية الإمارات 2071 مثل ما بنتكلم. حابة أول شيء أتكلم عن، في السابق كنا نسمع كلمة knowledge is power، بالعربي المعلومة قوة، تذكرون؟ كانوا دائما يقولون لنا المعلومة قوة، إذا عندك معلومة عندك القوة. هل في اعتقادكم، وجاوبوني يعني في علامة الإيد إذا بترفعون إيديكم إذا حد حاب يشارك، هل لا زلتوا في اعتقادكم أن المعلومة لا زالت بالفعل قوة؟ نشوف الأيادي. في حد يانا في علامة الإيد بس عشان نعرف منو اللي يجاوب، تعرفون علامة الإيد هاي؟ إيه إيه موجودة صح. رفع اليد. أيوة مريم وأسماء، أول شيء ناخذ مريم بعدين أسماء بعدين في شخص آخر بعد رافع يدين. أوكي مريم عبد الخالق تفضلي. أنا أقول ممكن. أوكي هي. ممكن المعلومة تكون قوة. أوكي حلو، منو قلنا بعد أسماء؟ المعلومة لا زالت تم قوة قبل ولا زالت وتستمر يعني. ممتاز حلو. في عندنا هنا، أنا محمد.
ايوه اكيد المعلومه، او اكيد المعلومه هي القوه اساسا. لو انا جاهل او ما عنديش المعلومه مش هيبقى عندي مصدر القوه بتاعتي دي. ممتاز، كلام جميل، كلام رائع. بالفعل المعلومه قوه، ويمكن اهم شيء نقدر نركز عليه في الوقت الحالي هي المعلومه. كونك تعرف عن الشخص الاخر اشياء انت في هالحاله عندك الباور عليه، غير اللي جاي مش عارف الضباب هو. اليوم في عصرنا الحالي نحن نتساءل نقول شو نوع المعلومة اللي ممكن تكون قوة. اليوم احنا عايشين في عصر متسارع جدا، عصر متطور جدا. في حد رفع ايدين ولا هاي من قبل؟ يا جماعة الخير اذا حد يبغى يشارك يرفع ايدين عشان اعطيه الفرصة. اليوم المعلومة اللي نعتبرها قوة هي المعلومة الفريدة من نوعها. اليوم احنا سمينا الثورة الحالية اللي موجودة ثورة، او الثورة الصناعية الحالية، الثورة الرابعة ثورة معلوماتية. Based on what؟ مرتكزين على شو في هذا الكلام؟ مرتكزين على الانفراد في المعلومة، مرتكزين على اللي يسموه الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن شو؟ عبارة عن قوة معلومات، بس معلومات كلها فريدة من نوعها. مش المعلومات اليوم إذا أنا بتكلم عن المعلومة، ما المعلومة متوفرة على الإنترنت. مرت علينا هاي الفترة الثلاث شهور أو أربع شهور الماضية أو أكثر، يمكن فترة عصيبة، بس اكتشفنا فيها نقاط قوة وايد عندنا. فترة إن إحنا لازم نتحول تحول إلكتروني للطلبة، الدراسة، أشياء كثير، لكن كشفت لنا جوانب قوة كثير عندنا. هذا الموضوع خلاني أفكر مرة من المرات، جتني بنتي قالت لي ليش ممنوع ناخذ الموبايل المدرسة؟ قلت لها يعني طبعا أنا جيل وهي جيل ثاني، أنا بالنسبة لي الموبايل يوم كنت في سنها مثلا ما كان ممكن يكون شيء من بروب الساينس فيكشن أو الخيال العلمي أشوفه، بس كنت أشوفه في الأفلام الأمريكية. هي بالنسبة لها لا، الموبايل انولدت وهو موجود. فتقول لي ليش ممنوع ناخذ الموبايل المدرسة؟ قلت لها ايش بسوي في الموبايل المدرسة؟ ما تبون تسمعون المدرسة؟ كانت تقول لي بس الموبايل بندخل على جوجل في معلومات حتى أكثر من اللي تقولها المدرسة. صح؟ يمكن في أشياء في جوجل المدرسة حتى ما تعرفها. فالموبايل مهم أكثر من المدرسة، هاي وجهة نظرها. أنا هني طبعاً يعني جتني حالة اللي هي يسمون الواحد انصفق. عرفتهم شو بقول لها؟ قلت لها خلاص قانون ممنوع تاخذينه، انت تسمعين الكلام اللي تقول المدرس، ايش تبين في الموبايل والمعلومات اللي فيه. طبعا احاول اقنعها يعني. هني ارجع على موضوع المعلومه. اذا المعلومه اليوم اللي انا بعتبرها قوه موجوده عند الجميع والجميع يقدر يدخل عليها من خلال جوجل، وين القوه اللي انا اتكلم عنها؟ فاحنا هني نتكلم عن فراده المعلومه، كيف تكون المعلومه فريده. حصلت تحولات اقتصادية كبيرة على مر العصور اللي مرت فينا. حنتكلم في نفس الشيء، كيف اني انا احول هاي المعلومات اللي عندي الى باور يساعدني في تحقيق رؤيتي. اليوم الاقتصاد اللي احنا نتكلم فيه يسمون الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد القائم على المعرفة. قائم على المعرفة شو يعني؟ على المعارف والعلوم. الاقتصادات السابقة إذا تذكرون الاقتصاد الزراعي، وتذكرون الاقتصاد الصناعي، وتذكرون الاقتصادات التي سبقت، كلها اقتصادات قائمة على أشياء ثانية. اليوم لا هي صناعة ولا هي زراعة اللي بتقود العالم، ولكن معارف، الاقتصاد القائم على المعرفة. يا جماعة الخير أنا هذا كله جالسة أخذكم في دايركشن إن وين المعارف. إذا رحتوا قبل ما تروحون خلوني بس أقول لكم، حابة أشير وياكم هاي المعلومة. دولة الإمارات دولة مؤثرة اقتصاديا في محيطها العربي والعالمي، موافق غير موافق؟ اللي موافق يرفع يديه. دولة الإمارات دولة مؤثرة في اقتصادها أو في محيطها العالمي والعربي. أشوف الأيادي. أيوة اللي ما رفعوا يديهم موافقين ولا غير موافقين؟ أوكي خلوني أعطيكم أنا موافقة بس ما يصير حصل إعلان بليد.
يمكن لأن عسان الألوان مضيح الحاجين على عمد الإيد. إذا تروحين على الباوربوينت برزنتيشن يطلع لك شريط اللي فيه الكاميرا وفيه المايك وفيه، تروحين على الشاشة نفسها تشوفين شريط يطلع لك هناك في علامة الإيد. شيء مو موجودة علامة الإيد، هي أنا بعد علامتي موجودة. أوكي، اعتبرناكم موافقين. وعموماً أنتوا لازم تكونون موافقين، لأن أنا بقول لكم هالكلام بالأرقام وبال اللي يسمونهم references. هذا أنا أخذت من World Economic Forum، المنتدى الاقتصادي العالمي، كانوا ناشرين هاي الإحصائية. وين تشوفون نفسكم؟ طبعا هذا على مستوى العالم كله، الدول الأكثر تأثيرا على مستوى العالم. وين نحن؟ ميدل إيست. تشوفونا؟ في حد شايف شيء؟ إذا جيتوا طبعاً ما بيبين عندكم، إذا جيتوا على الجهة اليسار بتشوفون السعودية صغيرة. أيوة، صوب السعودية، هذه منطقة الشرق الأوسط، الدول المؤثرة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط. هم حاطين كل منطقة بلون، يعني الشرق الأقصى اللي هي الصين واليابان وهاي بروحهم لون، أمريكا وربعها لون، الاتحاد الأوروبي أو أوروبا اللون الأخضر، احنا باللون اللي هي منطقة الشرق الأوسط احنا باللون الأزرق، الأزرق شوية على المخضر. إذا تشوفون الدول المؤثرة، السعودية، إيران، إسرائيل، ودولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات إذا قريتوا 0.361 أكثر من دول كثير في المنطقة، من ضمنها إسرائيل، من ضمنها ماليزيا إذا تحبون، ومن ضمنها هونغ كونغ، من ضمنها العديد من الدول. يد دولة الإمارات تأثيرها الاقتصادي أقوى من هذه الدول على حسب ما نشرت World Economic Forum أو منتدى الاقتصادي العالمي. هاي معلومة يا جماعة الخير جدا مهمة. أرجع أقول ليش هذه المعلومة مهمة، لأن الاقتصاد القائم على المعرفة، إذا دخلتوا الحين وسويتوا سيرش رؤية الإمارات 2021 بتشوفون أن من أهم ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة هو الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ثلاث أشياء. هاي أهم ركائز أني أنا أكون في اقتصاد قائم على المعرفة. صح نتكلم عن المعارف والعلوم، ولكن أي نوع من أنواع المعارف والعلوم اللي أنا جالسة أتكلم عنها؟ العلوم المبتكرة، الأشياء الجديدة، الأشياء المبدعة، هذا اللي بيقود العالم بيقود من خلال هاي الأشياء. رؤية الإمارات 2021 أصبحت حقيقة، لأن إحنا 2021 ياسين نتكلم على شهور. رؤية الإمارات 2021 منو يعرفها؟ إذا ما تعرفونها وايد بزعل، إذا ما حد الحين رفع إيدي وقال لي إياها جدا بزعل، لأن إحنا 2021 السنة الجاية، فالمفروض إن إحنا سهلنا. السؤال يا أحمد، ما هي رؤية الإمارات 2021؟ أحمد أسمع جاوب. من يعرف الإجابة؟ ممكن أجاوب؟ بليز، منو بس؟ لأن تكون دولة الإمارات هي ضمن أفضل دول العالم في حلول اليوبيل الذهبي، وأنها تكون نحقق أهدافنا للوصول للخمسين. شكرت، منو ثاني أنا؟ أميرة المرزوقي. ممتاز، رائعة. احنا 01 لو دخلتوا UAE Vision 2021 او رؤية الامارات 2021 بتشوفون هذا السطر، ان نكون من افضل دول العالم بحلول 2021. طموح، هل حققناها؟ ابا اجابات، هل تم تحقيق الرؤية؟ ان شاء
خلاص 2021 نتكلم عقب كم من شهر. احنا لازم نراجع نفسنا نقول هل احنا حققنا هاي الرؤية اللي تكلمنا عنها ولا لا؟ ابا اراء دكتورة كورونا ايوه حققنا. هناء تقول اوكي هناء اعطيني مؤشرات، لان دلوقتي الامارات ما شاء الله عليها معروفة انها من افضل دول العالم، سواء مثلا اقتصاديا، سواء في التقدم الحضاري اللي حصل فيها، فهي محطوطة في الصدارة. اشكرك. قبل شوي كان عندنا الجراف اللي راويتكم اياه، هذا بروحه دليل. اشكرك هناء. في مؤشرات جالسه تطلع تقول ان احنا اقتصاديا الجواز قفز قفزات نوعيه، اذا تعرفون ولا ما تعرفون، فهذه احنا ياسين نقول ان احنا من افضل دول العالم، بل بجوازنا افضل جواز في العالم. الاقتصاد قفز قفزات نوعيه، ياسين نقول اقتصاد دوله الامارات اليوم مؤثر في محيطه اشياء كثير. اذا حابين اقول لكم حتى مؤشرات الابتكار تثبت ان دوله الامارات عربيا في الصداره كل عالميا في مكانه. وهاي كلها مؤشرات ان احنا بالفعل، احنا ما قلنا بنكون افضل دوله، احنا قلنا بنكون من افضل دول العالم بحلول 2021. هل احنا من الافضل؟ نعم. وايدتني الاخت هناء والكثير منكم طبعا اكيد. طيب هاي الرؤيه 2021، 2021 قلنا يعني خلاص احنا جالسين نعيشها، احنا لازم الحين نبني رؤيه اخرى. اذا شايفين عندنا يسمونها مئوية الإمارات 2071، اللي هي الرؤية اللي يمكن إحنا أكيد ما بنشوفها ولكن بنخلصها لعيالنا. شو تقول هاي الرؤية؟ وين نبغاهم يكونون؟ فاطمة بتجاوب؟ أي فاطمة؟ ما أعرف. أنا موجودة فاطمة شاكر وياك. تجاوبين؟ يلا. إيه اسمعك أستاذة. أنا ما أعرف، أنا عندي رأيك. لا موجودة أستاذة. أوكي تفضلي. ما أدري، أنا عندي رؤية مختلفة شوية، ما أدري يعني هل أدلي بهاي الرؤية ولا أحسب الرؤية. إحنا ندردش، إحنا نتكلم ندردش، بالعكس كل يعني الآراء مفيدة، تفضلي. أستاذة، بحكم يعني معلوماتي متواضعة عن علم الاقتصاد والأمور اللي تخص الابتكار والريادة، أنا أؤمن أن في معوقات للأسف تحصل في فترة من الفترات مرت علينا في الزمن، مثل الكساد العظيم اللي صار من سنوات، لما يكون مثلا في تضخم، لما يكون في انكماش، هذه يعني أنا أشوف هذه يعني معوقات للاقتصاد، وممكن ترجع أي دولة، يعني أنا أتكلم بشكل عام ما أتكلم عن دولة معينة، اقتصادها لسنوات متأخرة بدل ما تقدمها. فنحن يعني بعد نحتاج أن نحط هذه في بعين الاعتبار، دراسة أي معوقات. يعني تريحين أزمة هذه كورونا، بناء على الإحصائيات اللي قاعدة تطلع وبناء على التقارير، رجعت اقتصاد دول، الحمد لله دولة الإمارات لها الحمد اقتصاد متين قوي، ولكن دول أخرى تأثر اقتصادها، وقيل أن رجع اقتصادها 10 سنوات وراء، وقيل 5 سنوات وراء، على حسب متانة الاقتصاد. كلام جميل، كلام رائع أخت فاطمة، جزاك الله خير. طبعاً وياك. اللي بيدرس الاقتصاد واللي بيضع الرؤى، انت احنا يوم نقول حطينا رؤية ما بمعناته حطينا رؤية ويلسنا سكتنا، لا، احنا حطينا رؤية ولها ويب سايت، والويب سايت هذا مفصل لك ركائز الرؤية، استراتيجية الرؤية اللي من ضمنها دراسة اللي يسمون السوات اناليسز والبستل اناليسز. يعني انا بدرس كل الاحتمالات وبحط اللي يسمونها ايضا الريسك مانجمنت بلان. اليوم انت رد اضافه الى كلامك، لو شفتي جت ازمه كورونا في دول قريبه جدا منا فاطمه ما قدرت تستوعب الازمه، الدراسه عندهم وقفت، صح؟ صحيح. ودول يعني تعتبر نفسنا في كل شيء، في الطفره البتروليه، الوقت ما بتكلم يعني عن دول معينه، لكن كلنا عارفين توقفت فيها الدراسه 100%. احنا عيالنا لا زالوا ولله الحمد، لأن في بالفعل هاي الاستراتيجية موضوعة، وموضوع لها كل الركائز اللي تساعدها على التحقيق. أنا ما بيالس أحط رؤية وبعدين أتفاجأ أنه أوه هذا استوى شو بسوي، لا. اليوم دولة الإمارات أثبتت أن عندها متانة
في الانفراستراكشر او البنى التحتيه مالتها، سواء البنى التحتيه التكنولوجيه، البنى التحتيه الاقتصاديه، كل البنى التحتيه اللي بتساعدها ان احنا تتجاوز اي ازمه ان شاء الله بتكون موجوده. يعني يوم بحط رؤيه انا حاط استراتيجيه كامله، وبنشوف الحين استراتيجيه لكل شيء، مو بس فقط للاستراتيجيه خطوات العمل او استراتيجيه تعليميه، حتى الابتكار لاستراتيجيه واجنده وطنيه مثل ما بنشوف الحين. فهاي الأشياء طبعاً موضوعة بعين الاعتبار، بكون يالس أنا كشخص أستهبل إذا قلت أنا حاط رؤية وما بحاط الاستراتيجية وما أخذ بعين الاعتبار المخاطر وما أخذ هاي الأمور، معناته كيف بحقق الرؤية؟ أنت عشان نسير مثلاً رحلة بعض الأحيان نضع استراتيجية هاي الرحلة، نقول إنزين وإذا طاح مطر، إنزين وإذا كان ما أدري كيف، إنزين وإذا صح ولا لا؟ فندرس جميع الجوانب. فهاي الأمور مثل ما تفضلتي هاي مرت على العالم السابق أيضاً، التاريخ يعيد نفسه. فهاي الامور ماخوذه بعين الاعتبار ومحطوط لها. طبعا في اشياء بتكون يمكن ما تصورها العالم انها تحصل، ولكن يوم بتحصل ونكون جاهزين احنا نقول ان احنا بالفعل كان عندنا رؤى قويه. لازلت انتظر منكم يا جماعه الخير رؤيه الامارات 2071 اللي ان شاء الله مثل ما قلت لكم بنخلصها لعيالنا، ما حد بيكون موجود في هذا الوقت يعني، واللي موجود يذكرنا بالخير إذا عنده ذاكرة هاي الساعة. عبر رؤية رؤية الإمارات 2071 ما تعرفونها؟ يسمونها أيضا مئوية الإمارات. أنا ممكن أجاوب؟ أرجوك. سؤالي أنا منو الأولاني؟ إيمان النقبي. يعني إيمان النقبي، تفضل يا إيمان. أتذكر سؤالي أنا في الامتحان رؤية 2021. أحب أقول لك إذا جاوبت صح ولا لا. أوكي، أتوقع إذا ما خضني أتوقع يعني إن شاء الله أكيد اللي هي البيئة المستدامة، اللي هو يكون في قضاء عادل ويكون في الصحة على معايير متميزة، وإن التعليم، وأتذكر بعد أن البيئة المستدامة أن بعد داخلة في الابتكار على مستوى عالمي، هذا اللي يحضرني حاليا. ممتاز إيمان، اللي تكلمتي عنه هي ركائز الرؤية. شوفوا احنا دائما يوم نتكلم عن الرؤية، على فكرة هذا موضوع مهم حتى في عملية الابتكار، يوم نتكلم عن الرؤية نتكلم عن وين انا بكون في المستقبل، هاي رؤيتي. يعني الرؤية هي اين تريد ان تكون، رؤية الامارات 2021 ان نكون من افضل دول العالم فول ستوب. اي شيء ثاني في الاجندة هاي كلها الركائز الخطط الاستراتيجية، العوامل اللي بتساعدني على تحقيق الرؤية، هاي التفصيل. دائم احنا يا جماعة الخير، وانا دائما احب اقول هالكلام يوم اتكلم عن الرؤية ايضا، في سورة يوسف. سورة يوسف هاي يعرفونها اللي شغالين في السلف ديفلوبمنت وتنميات المهارات البشرية، هاي القصص انها سورة الطاقات الايجابية. سبحان الله، رب العالمين يوم خلق هالكون كله خلقه بمنظومة. انا سورة يوسف يعني تحفزني، وأيضا من الأشياء اللي يعني ألاحظها في سورة يوسف على سبيل المثال، على سبيل المثال عدد آياتها 111 111 111. أنا هالرقم يعني شوي عندي أحس يوم أشوفه في الموبايل أو في أي مكان أحس إنه رقم تفاؤلي. سورة يوسف بدايتها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ثاني آية على طول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، صح؟ رأيتهم لي ساجدين. فهذه بداية وبعدين تتوالى الأحداث. وخذوا لا تقول الرؤية، لا تقول هاللي رؤية، يا أبتي إني رأيت، هاي رؤية. الرؤية إحنا في لغتنا العربية ما بشي بس شفته في حلم، شيء شفته وآمنت فيه، هاي الرؤية لازم أكون مؤمن فيها. يوسف آمن بالرؤية عليه السلام، وأبوه آمن بالرؤية. لا تقصص رؤياك، إحنا مؤمنين فيها بس لا تقولها، خوفا طبعا من الأشياء اللي أساسا استوت. وقصة طويلة عريضة كلكم عارفينها، وبير ويعني سجن وأشياء كثير، لين جت نهاية الآية بالضبط رقم 100، power of numbers، هذا علم بروحه، قوة الأرقام. الآية رقم 100، ورفع أبويه على وسجدوا له واستوت، اكتملت الرؤية.
على العرس. اي فاكتمال الرؤية، احنا بدينا برؤية آمنا فيها صدقناها، اجتذبنا كل العوامل اللي ساعدت على تحقيق هاي الرؤية. فدائما نتكلم عن الرؤية نتكلم عن شيء أنا أشوفه، عشان أرجع رؤية الإمارات 2071 بكل بساطة سطر واحد أرجوكم احفظوه، أن نكون أفضل دولة في العالم بحلول 2071 نقطة. هاي لازم كلنا نؤمن فيها، ما بعشاننا، عشان عيالنا، صح؟ طبعا قلنا ما دام احنا ياسين نحط الرؤى لازم نضع استراتيجيات. يوم اتكلم عن الاستراتيجية، طبعا استراتيجية الرؤية هذا شيء ضخم وكبير، ولكن بما ان احنا اليوم نتكلم عن الابداع والابتكار، هذا بروحه مثل ما قلنا احد اهم ركائز الرؤية، لان هذا اللي بيعطينا الصلابة الاقتصادية اللي من خلالها نقدر نحقق باقي الاشياء في الرؤية. الاستراتيجية الوطنية، كان في استراتيجية وطنية للابتكار، طبعا هذه انتهت، اعتقد انتهت عام 2018 اذا انا مش يعني دقيقه، ويتعقبها ما نسميه الاستراتيجيه الوطنيه للابتكار المتقدم، هذه في رؤيه دوله الامارات. وانا بكون افضل دوله في العالم، طيب شو الاستراتيجيه اللي بمشي عليها؟ الابتكار احد الركائز هاي اللي بشتغل عليها. هذه فيها 7 مجالات بنهتم فيها. رقم 1 الاستكشاف، تذكروا والأشياء اللي سايرة المريخ تستكشف. مهارات المستقبل، أنا شو بعلم عيالي اللي يالسين الحين في البيت يدرسون أونلاين. جودة الصحة، هاي كيف بتكون، كيف وضعها؟ اليوم احنا نتكلم الحمد لله رب العالمين والمؤشرات يالس تراوينا، شفنا الدول اللي احنا كنا نعتبر نسافر عندهم نتعالج يا جماعة الخير، صح ولا لا؟ شفنا كيف انهاروا قدام كورونا، شفنا كيف ارتعبوا من كورونا. هالكلام اللي انا اقوله صحيح، انا شفته وانتوا شفتوه، وشفنا الحمد لله كيف دولتنا طلعت تقول لنا، او قادتنا طلعوا يقولوا لنا الدواء والغذاء لن ينقص في دولة الامارات، طلعوا يطمنوننا، ما قالوا لنا نحجروا في البيت، ولا قالوا لنا لا اللي هو الاسلوب اللي هو الفض في قالوا لنا تعقيم وطني، حتى استخدام الألفاظ هاي كلها احنا نتكلم في الرؤية. المعيشة والحياة، جودة الحياة، القوة الخضراء الجرين، اليوم احنا عندنا مصدر، اليوم احنا عندنا أرينا، التنقل والتكنولوجيا لخدمة الإنسان. أنا ما بضع التكنولوجيا فقط من أجل التكنولوجيا، ولكن أضعها من أجل الإنسان. عشان تتحقق هذه الرؤية قلنا ان احنا عندنا جيل يالسين نعدل المستقبل، هذا الجيل اللي بيقود بعدنا، هذا العيالي وعيالكم ان شاء الله. في عام 2015 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرر ان يكون هناك مساق يسمى الابتكار وريادة الأعمال، وهذا المساق يطبق في جميع الجامعات في دولة الإمارات بدون استثناء. احنا ياسين نتكلم عن إبداع وابتكار وريادة، هاي نبغى نعلمها لكل طلابنا مثل ما قلت بدون استثناء، يطلعون عندهم قدرات على الابتكار. شو سوينا عشان نسوي هذا الشيء؟ أكيد عندنا كانت خطة، كونوا فريق عمل من وزارة التربية والتعليم ومن مكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء، أعتقد شي يسمونه PMO بالإنجليزي Prime Minister Office، ومن الجامعات، وتشرفت بأني أنا مثلت إمارة الشارجة وجامعة الشارجة في هذا المجال، وذهبنا إلى جامعة ستانفورد. طبعا كثير منكم سمعوا عن جامعة ستانفورد، إحنا يوم نتكلم على فكرة ابتكار وريادة أعمال ياسين نتكلم عن الريادة الأمريكية، هم اللي طلعوا بالابتكار وهم اللي يعني قادوا عملية ريادة الأعمال في العالم، وهذا اللي أعطى اقتصادهم القوة. جامعة ستانفورد إذا بحثتوا، أنا السنة ما أعرف الرانكينج مالها، بس يعني على مدار الأربع أو خمس سنوات الماضية كنت متبعتنها، في عام 2019 هي رقم، إذا تشوفونها رقم 2
ستانفورد يونيفرسيتي، هذا مستوى العالم مش مستوى أمريكا فقط. أول وحدة MIT، بعدين ستانفورد، بعدين هارفارد، بعدين كاليفورنيا، بعدين جامعة أكسفورد البريطانية، هذا على مستوى العالم. في نفس سياق الحديث، أمس كان في خبر، أمس أو أول أمس، إن جامعة خليفة إذا تعرفون أيضا أعتقد حصلت على المركز 40 عالميا، وهذا مركز يعتبر جدا متقدم. فجامعة ستانفورد تنافس على المراكز الأولى من أقوى الجامعات، تخصصها ابتكار وريادة أعمال. ليش؟ لأنها مجاورة لمنطقة مهمة في أمريكا، أكيد سمعتوا عنها، اسمها وادي السيليكون، مدينة وادي السيليكون، سيليكون فالي، اللي فيها طلع جوجل، واللي فيها طلع فيسبوك، واللي فيها طلع إي باي، واللي فيها طلع إتش بي الكمبيوترات، واللي فيها طلعت العديد من الابتكارات، واللي فيها يسمونه إيكو سيستم، بيئة صديقة لريادة الأعمال والابتكار، لأنها تحث على هذا الشيء، تحث على الابتكارات. مفهومها قائم على أساس أني أنا كيف أسوي ابتكارات، كيف أبتكر، تعطي فرص للشباب. إذا تبون تدخلون وتشوفون فيديوهات عن وادي السيليكون والفرص اللي يعطونها للشباب، بتشوفون أشياء مهولة. فهذه أصبحت منطقة جذب لكل واحد صاحب عقل. اليوم دولة الإمارات أيضاً كان عندها تجربة في وادي السيليكون، إذا ما عرف هالاسم يبلكم شيء على بالكم؟ خليني أسمع منكم. أخاف روحتوا. موجودين؟ موجودين موجودين. ما يجي لكم شيء على بالكم وادي السيليكون؟ المدينة الموجودة في دبي. أشكرك عبد الرؤوف. نعم. شو اسم هالمدينة؟ واحة السيليكون. هم وادي لأنهم جبال، إحنا واحة لأن إحنا صحراء تطلع فيها واحة، صح؟ واحة السيليكون بالفعل المدينة الموجودة في دبي. مثل ما تفضل عبد الرؤوف، كانت مثل ما نقول مبادرة، لأن إحنا نخلق أيضاً في دولة الإمارات إيكو سيستم، أو ما أعرف ترجمتها بالعربي، اللي هي منظومة لريادة الأعمال والابتكار، كيف نساعد شبابنا على أنهم يبتكرون، لأهمية الابتكار وأهمية الإبداع في هذا المجال. هاي الصورة حبيت أحط لكم إياها، هذه كانت من زيارتنا لجامعة ستانفورد. طبعاً اشتغلنا على مساق الابتكار وريادة الأعمال مع الخبراء اللي موجودين هناك من أجل تطوير هذا المساق ويدرس للجميع في جامعاتنا. خلوني أقول لكم قصة عن جامعة ستانفورد، ما أعرف إذا تعرفونها ولا، بس هاي شوي قصة حزينة. أحد يشغلنا موسيقى حزينة؟ قصة جامعة ستانفورد يا جماعة الخير كانت أن هالكابل اللي قدامكم، الزوج والزوجة، مستر أند ميسيز ليلاند ستانفورد، هذه الأصحاب الجامعة، في عام 1850 كان عندهم ولد. طبعا إحنا نعرف كلنا أن أوروبا، بريطانيا والدول الأوروبية متقدمة كانت في عملية التعليم أكثر من أمريكا، بحيث أنهم طالعين دبل، يعني هم عندهم تاريخ عريق، أمريكا مستحدثة تعتبر، فما كان عندهم الجامعات، لكن اليوم تفوقوا، اليوم أصبحوا المراكز الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها حق الجامعات الأمريكية. فشو استوى في هالكابل هذي اللي يعيشون في مدينة ستانفورد هذه، وكان عندهم ولد، الله يحفظ عيالكم، على وشك إنه يخلص الثانوية ويروح الجامعة. للأسف وهو في المرحلة الثانوية وهم يعني إكسايتد ويالسين يختاروا للجامعات الأوروبية، مرض ولد ومات. حد يقول مات في حادث، حد يقول هو مرض ومات، في كذا رواية. أنا هاي القصة سمعتها منهم هناك في الجامعة نفسها، فصدقتها أكثر أنه هو مرض ومات، فهم تأثروا. تعرفون الأجانب يوم يتأثرون يحاولون تأثرهم إلى شيء يعني معنوي، فتأثروا جدا، فعشان يخلدون ذكراه، لأنه كان على مشارف أنه يدخل الجامعة، قالوا احنا بنأسس جامعة، لكن هاي الجامعة نبغيها تكون أفضل جامعة في المنطقة، رؤية بعد حطوا.
فصاروا يزورون الجامعات واستقطبوا أساتذة كبار مثل هذا الشخص اللي بيطلع الحين من الجامعات اللي الموجودة عندهم، وكانت أشهر جامعة في تلك الفترة يعني الجامعات الأوروبية، خذوا المناهج من عندهم عشان يأسسون هاي الجامعة. وبالفعل تم تأسيس الجامعة. الجامعة على فكرة هي اللي تمتلك منطقة وادي السيليكون. الجامعة كبيرة، احنا يوم زرناها كبيرة، نتنقل في داخلها في باص، يعني يوم نقول كبيرة كبيرة ماخذ يعني نصف المدينة. وتابع لها مدينة السيليكون هذه او واحد وادي السيليكون اللي نسير لها يعني باص، وياخذ يمكن حوالي 20 دقيقة لنوصل لها. هذه تابعة لها لانها كانت منطقة ابحاث. اليوم جامعاتنا مثل جامعة الشارجة، الجامعة الأمريكية أيضا في الشارجة، جالسة تخلق. إذا سمعتوا عن واحة الابتكار اللي تابع جامعة الشارجة، إذا سمعتوا عن الشركة الأمريكية للبحوث أو المجمع المجمع الأمريكي للبحوث في تابع الجامعة الأمريكية، أكيد سمعتوا عنها. هاي كلها تعتبر مبادرات ان احنا نخلق اماكن بحثيه واماكن تطبيقات في الجامعات، اسوه بالجامعات الكبيره، للابتكار ورياده الاعمال والابداع. الشخص اللي قدامنا هذا كان عميد كليه الهندسه في جامعه ستانفورد عام 1945، كان يشرف على مشاريع الطلاب حاله حالنا، يعني يوم يجون الطلاب يسوون مشاريع. احنا للاسف الكثير كانوا ينظرون في السابق الى مشاريع الطلاب ان مشروع عشان اعطي الطالب علامه. أنا ضد هالفكرة، وحين أنا 4 سنوات في جامعة الشارجة بصراحة ما في أفضل ولا أكثر إبداعاً وابتكاراً من مشاريع الطلاب، لأن هذا الفريش مايند. فهو كان مؤمن بطلابه بهالطريقة، درس طالبين، واحد اسمه ويليام هيولت والثاني اسمه ديفيد باكارد، وهذا اللي كانوا يشتغلون على الترانسميتر، أشياء في الهندسة. هذيل الطلاب تميزوا لدرجة انهم اسسوا اللي نعرف اليوم HP، الكمبيوتر اللي انا قدامي HP هذا. لا اكيد انتوا العديد من الكمبيوترات اللابتوبات اللي شغالين عليها HP. هذه النسبة الى هيولت وباكارد، كان اول ما طلعت كانت تسمى بعد هيولت اند باكارد، طلاب في الجامعة سووا شيء مبتكر. هذا المرآب اللي كانوا يشتغلون فيه، مرآب يعني جراج، جراج بيتهم، تعرفون البيوت الأمريكية صغيرة، فما عندهم مكان يشتغلون، فكانوا يسيرون الجراج مفضينهم مسوين معمل أبحاث. من هني طلعت فكرة إن إحنا نبغى نشرك الطلاب ويا الشركات الكبيرة بحيث نطلع بأفكار مبتكرة. طبعا دولة الإمارات اختارت جامعة ستانفورد عشان مثل ما قلنا هي مثال وهي قدوة في هذا المجال ومهتمة في هذا المجال. اليوم احنا يا جماعة الخير ننظر الى الرؤية اللي احنا حاطينها، الاستراتيجية اللي احنا حاطينها، وفي نفس الوقت ننظر للمهارات مثل ما قلنا اللي نبغى نعلمها طلابنا. بالنظر الى احتياجات سوق العمل وبالنظر الى المهارات المستقبلية، مرة ثانية برجع أقول لكم المنتدى الاقتصادي العالمي، أنا خدت منها الكلام، ما أعرف إذا الصورة موجودة لا مو موجودة، خدت منها هذا الكلام، يقول إن إحنا في مهارات معينة نبغى ندرسها لعيالنا، من ضمنها يعني اهتموا بهذا الشيء، لأن هذا حتى في الحياة ندرس عيالنا حل المشكلات، problem solving. اليوم أنت يوم بتتوظف ما بتتوظف عشان المهارات التقنية اللي عندك، عفوا يعني، لأن المهارات هاي ممكن يكتسبها الواحد خلال سنة، بتتوظف عشان قدراتك على حل المشكلات، قدراتك على إدارة المشاريع، قدراتك على الابتكار، قدراتك على التفكير النقدي، هاي المهارات المطلوبة في سوق العمل مستقبلا. ما ندور معلومات. تفضلي أسماء السويدي. أسماء؟ المايك ميوت. ترمسين؟ يمكن بالغلط دكتورة. أوكي. طيب الحين أنا بنيت لكم البنية التحتية اللي أباكم ترتكزون عليها في كل ما سيأتي، سواء في هذا هاي الورشة أو في الورشات القادمة.
احنا شو نبى، احنا شو نبى نعلم عيالنا، احنا شو الاشياء اللي لازم نركز عليها، احنا وين رؤيتنا، وين نبى نصير، وشو نبى نخلف حق عيالنا في المستقبل. سؤال حير العالم، بما ان احنا نتحدث عن الابتكار والابداع، هل المبتكرون يولدون هكذا؟ ابى اجابه. العالم كله احتار. هنا تفضلي، لا بيجا المشارك المتميز. شكرا. لا، ما حدش بيتولد مبتكر، دي مهارة احنا بنكون عندنا وبننميها بنكتسبها. كلام جميل ممتاز. ابى راي ثاني عبد الرحيم. براي انا ان هو حتى لو ولد مبتكر فهو ميزان بكفتين، لو كانت موجودة وما طورت ستموت، وإن لم تكن موجودة وطورت بأساليب معينة ستحيا. ممتاز، حلو الكلام. بعد بس ما في إجابة، حد يبي يشاركنا برأيه؟ أوكي، خلني أقول لكم العالم محمد الرئيسي، أم محمد شاركينا؟ لا أسمع المايك كأنه انفتح. عموما خلونا نشوف العالم كيف نظر لهذا الموضوع. طبعا الموضوع موضوع الابتكار والابداع موضوع مهم. فيو يقولون، طيب يا جماعه الخير احنا كيف ندرس هذا الشيء؟ صرتوا ستانفورد الحين، احنا قبل شويه اقول لكم صرنا ستانفورد وجلسنا نخطط مناهج. بكر مسين اشوف الانسان، الانسان بيولد على الفطره. فاحنا درسنا زمان في الستينات، انا سني كبير، ان في اثنين من الاخوات توأم، واحد حطوه في غابه واحد حطوه في مكان تعليم راقي، فاللي في مكان التعليم الراقي طبعا اكتسب اشياء، واللي حطوه في الغابه قلد الحيوانات. فالانسان يعني بينمي خبرته، بينمي قدراته على التعلم والابداع في الحياه. ممتاز، إجابة رائعة ومثال رائع أيضا. وعجبتني كلمة الإنسان يولد على فطرة، دائما أقول لهم مش يعني أستشهد بالآية، خلق الإنسان علمه البيان. فالعلم والمعلومة موجودة مع الخلق، ولكن تكون مدفونة، وبقول لكم وين تكون مدفونة. المهم يو هذيل الخبراء اللي متحكمين في العالم قالوا تعالوا احنا نشوف هل المبتكرون يولدون هكذا أم إحنا نصنع منهم مبتكرين؟ سووا دراسات عديدة، هذه دراسة قامت فيها وكالة ناسا. وكالة ناسا يتقالت وكالة ناسا طبعاً اللي هي بتكتشف العالم وعندها خطط وأجندات كبيرة. فيتقالت تعالوا أشوف أنا الكرياتيفيتي الإبداع. ما سمعت. قالت خلوني أشوف، أنا بسوي دراسة، دراسة طويلة الأمد. الحين أباكم تنتبهون انتباه شديد لأن بسألكم هاي الدراسة، أبا أعرف من خلالها هل يولد الإنسان مبتكر مبدع ولا نحن نكسب هاي العملية. فسوت الدراسة على مثل ما تشوفون 1600 طالب، كلهم عمرهم 5 سنوات فما دون، صغار يعني، وطبقوا عليهم الأدوات. اكتشفوا يا جماعة الخير أن 98% منهم كانوا مبدعين، عندهم القدرات، لم تنمى القدرات ولكن القدرات الإبداعية موجودة. دراسة طويلة الأمد مثل ما قلت لكم. عقب 5 سنوات يو يابوا نفس الشباب، كم استوى عمرهم الحين؟ اسمع 10. أشكر، قلت لك أنت المشاركة المتميزة. عقب 5 سنوات كان عمرهم 5 و10، نفس الناس ما تغيروا، طبقوا عليهم أدوات الإبداع والابتكار. عطوني النسبة، لا زالت 98 98، على فكرة نسبة ممتازة. زادت قلت، شو توقعون؟ قلت بكش كثر؟ لا أكيد قلت انحدرت ما بقلت، سوى 30%. كيف؟ شو اللي حصل؟ ما احنا ياسين انه نبغى ننمي مهاراتهم، هذين انولدوا على الفطرة مثل ما قالت لنا ام محمد. كيف قلت؟
المهم طبعا هاي الأسئلة عقب 5 سنوات كم مستوى عمرهم؟ 15 10. أشكركم. كانوا 10 عقب 5 سنوات مستوى 15. يا أبوهم نفسهم، الناس ما تغيروا وتقولوا الناس غير، هم نفسهم يا أبوهم طبقوا عليهم. كم تتوقعون النسبة؟ عشرة في المية. ده يمكن سالب نزلوا. أصبروا بتطلع. هاي استوت النسبة من 30. هم نفس الناس عمرهم 15 سنة. 12%. الموضوع خطير. بعد 10 سنوات يا أبوهم نفس الناس كم استوى عمرهم؟ 20. أضرب 10 سنوات. 25. اختبار هذا على فكرة، اختبار التركيز. كم تتوقعون النسبة؟ 25 خلاص داوموا في الـ في الـ في الـ سوق العمل الحين. 10%. 2%. 5. 2%. يا ريت 5%. هاي دراسة طويلة الأمد سوتها ناسا على مجموعة من الناس ما تغيروا. دراسة موجودة وموثقة. شوفوا من 98% استوت النسبة 2%. ناسا هنا كانت أوكي شو اللي حصل يا جماعة الخير؟ شو اللي استوى؟ إحنا ياسين نبني ناس. هذه الناس انولدوا عندهم قدرات ابتكارية، انولدوا مثل ما تفضلت أم محمد على فطرة. هاي الفطرة يا إما بتاخذك إذا فقالتها بتاخذك يعني على قولتها تكون طرزان قلد الحيوانات، يا إما بتاخذك أنك أنت تكون عالم. ليش الماجوريتي الأغلبية العظمى عندنا قدرات الابتكار قلت عندهم؟ عندي كتب مرويكم. مكتبة قريبة. كرياتيفيتي، how to kill creativity. كل الكتب اللي اخذتها او اشتريتها كثير منها مهمة في مجال الابتكار والابداع كانت تتكلم عن احنا شو ياسين نسوي الابداع والابتكار. الانسان بطبيعة الحال عنده قدرات رب العالمين يوم خلقه، ولكن ما بنتطور بنوصل للمرحلة اللي نحن يعني نصنع اللي نسميناه artificial intelligence. نتكلم بهذا الموضوع حين اذا سمح لنا الوقت. فشو اللي جالس يحصل مخلنا ان احنا نوصل لهالمرحلة؟ هم وصلوا للكونكلوجن، قالوا الانسان ولد ليبتكر ويكون خلاقا، ولكن شو اللي حصل له؟ اللي حصل له هو كالتالي. نو اوفنس للمدرسات، نو اوفنس للعملية التعليمية اللي انا جزء منها ايضا. مسموح دكتور. شو استوى يا عبد الرؤوف؟ قيد التفكير يعني، او قيد التفكير. اشكرك، هاي الاجابه الصحيحه 100%. لازم كلنا نفكر بنفس الطريقه، يا اما احنا كياسين نفكر غلط. لازم رايك مثل رايي، يا اما رايك غلط. يعني مستحيل يكون انت عندك راي وانا عندي راي، لازم احنا ارائنا الاثنين تنصب في مكان واحد. وهاللي حاصل في العالم يا جماعه الخير، فكروا كل صراعاتنا كل مشاكلنا ان رايك مختلف عن رايي. ليش؟ مو لأنك أنت إنسان مختلف وخبراتك مختلفة وماضيك مختلف وتوقعاتك مختلفة، هذا ما نؤمن فيه. لازم كلنا نفكر بنفس الطريقة، نعلم عيالنا 5+5 لازم يساوي 10، ونعلمهم بطريقة مختلفة. يا طبعا المهتمين بالمناهج التعليمية مثل هاي الكاريكاتير، هذا شفته في إحدى المجلات وعيبني من يومها أخذته. هالكاريكاتير هاي مدرسة، لازم تفكرون بنفس الطريقة. أنا متحكمة بتفكيركم، لازم تحلون المسألة بنفس طريقتي. يا ناس أنا هذه استوت لي ويا بنتي، طبعا مثل حالي حالكم أكيد، وأنا متأكدة أن أنتم كنتوا تجيبون مدرسين خصوصيين يعني في البيت، مدرسة تدرس اليهال، لأنك أنت ما عندك وقت. فأنا كنت أجيب حق بنتي وحدة لأن أنا ما عندي وقت. فالوحدة كانت تتعلمها الرياضيات، فبعض الأحيان تتعلمها بطريقة غير اللي تعلمها المدرسة مالت المدرسة. الحل نفسه بس الطريقة مختلفة. المدرسة تحط لها غلط، تقولها لا ليش حلت إنه أوكي طلعت الرقم بس أنا ما رويتكم هاي الطريقة. استوالكم هالموقف؟ شاركوني، عززوا من تفكيري.
تستويلكم هذا الشيء انتم كشخصيا او كيعني حد مر بهالتجربه؟ نعم. مرت معي التجربه مع بنتي، احنا طبعا من الجيل الاولي وفي الرياضيات اللي هي القسمه المطوله، انا حلت لها مساله بطريقتي انا الاولانيه والحل طلع نفسها، فهي راحت للمدرسه قالت لها الحل صح بس الطريقه غير الطريقه اللي احنا ماشيين عليها في المدرسه. صح للاسف يحصل. الطالب شو يحس؟ هو احنا مش الفكره انك انت شو علمتيها، انت صح المدرسه وعلى العين والراس وعندك منهج، ولكن الطالب هي رده فعل في طريقه واحده لكل شيء، ما في طريقتين. نجي احنا نتبنى هالتفكير، تفكير طريقتي يقولون بالانجليزي ماي واي اور نو واي، ما في شيء اسمه طريقتي وطريقتك، حلي وحلك، في حلي انا للاسف موجود في دوائرنا، موجود في كل مكان، لان هالطريقه التفكير اللي ما هو المطلوب. اذا داخلين احنا الحين في الابتكار والابداع، الارضيه للابتكار والابداع. اول شيء هذا الشخص، هالاثنين انا شفت واحد منهم اللي على اللي كبير في السن اللي هاي، هذا الرئيس التنفيذي لشركه اسمها ايديو، هاي الحين موجود منها فرع في دبي، هاي شركه تطوير افكار موجوده في سيليكون فالي. فهذا اخوه، واحد اسمه ديفيد والثاني اسمه جون اند ديفيد، فديفيد اللي كبير في السن شويه. فكان لنا حسن الحظ ان احنا التقينا وياهم وصرنا يعني شركتهم، وشفنا يعني ساعدوا شركات كثير من ضمنها فيليبس، من ضمنها ايضا طيران الامارات، انهم يطورون ويبتكرون منتجات. فهذا قال قصه مهمه وانا دائما اقولها لطلابي، قال ان احنا دائما نبى نركض قبل ما نمشي، مستعجلين فنفقد الثقه في الابتكار الابداع. الابتكار والابداع لازم يبدا بالثقه، اولا الثقه وبعدين يجي اي شيء ثاني. فتكلم كثير في هذا الموضوع، قال حتى الافعى احنا نشوفها نخاف منها، في افاعي غير سامه، في افاعي مدربه. سرتوا هذا جرين بلانت اللي موجود في دبي؟ انا اذكر مره سرت له ونركب دراي شيء حلو تحت، لانه يعني ريبريزنتنج الحياه الطبيعيه في الامازون او شيء مكان من هالقبيل. فاحنا طالعين في افعى، المفروض انك انت بتمسحين على راسها. طبعا انا اول ما شفتها شيء يعني ذعر، ما مسحت على راسها الا ما عقب بنتي مسحت وشفتها ما سوت شيء، مسحت، جتني ثقه ان هي ما بتسوي شيء. فهو دائم يضرب هالمثال يقول انا اذا جبت افعى بتخافون، لين تعرفون ماهيه الافعى اللي هي الثقه، كيف اني انا اولد الثقه في الابتكار. فاتكلم كثير في هذا الموضوع بصراحه، وقال ان العقليه لازم تتغير بحيث اني انا ابني عقليه جديده. شو هالعقليه؟ هاي الزرعه تعني ان هاي العقليه قابله للتطور. كثير من الكلام اللي انتم قلتوه وشيد بالكلام اللي قالته ام محمد عن الشخصين اللي عيبني المثل، اذا انا تبنيت فكر قابل للتطور، اني انا فكري متفتح قابل اني اتطور، ابني مهارات طول الوقت، ما اوصل لمرحله واقول والله خلاص انا اكتفيت من هذا العلم بنتقل الى شيء ثاني. ما في شيء اسمه شيء، ما في شيء اسمه هذا، في شيء اسمه ان احنا ننمو ونطور فكرنا دائم. اذا حد وصل للمرحله وحس انه هو خلاص تربع على عرش العلم، معناته هذا الانسان يعني جاهل، لأنه ما في حد مهما بلغ من علمه وقراءاته، وهذا العلم يعني شيء عميق. فإحنا نتبنى ونزرع في عيالنا اللي نسميها الجروث مايندسيت، القدرة على التطور. وأيضا من الأشياء المهمة اللي أيضا بتطرق لها مرة ثانية لأنها مهمة للغاية، القيود الوهمية. إحنا نضع على أنفسنا قيود وهمية مش موجودة، بس أنا أقول لا والله أنا ما انخلقت أفكر بشكل علمي، أنا سبحان الله أميل أفكر بشكل أدبي. وما بلأنك ما انخلقت شيء، لأنك أنت حبيت أنك أنت تضع هالفكرة في رأسك. بنشوف أمثلة، أنا هاي الصورة على فكرة وايد أحبها، هاي قالها هنري فورد،
يمثل فيها الصعوبات اللي في الحياة، يعني احنا نقول قيود مثلا، فدائما الطلاب يطلعون يقولوا لي انزين في قيود احنا ما نقول نتحكم فيها، فالرد عليهم تبنيت هاي الصورة بالانجليزي: when everything seems to be going against you, remember the airplane takes off against the wind, not with the wind. بالعربي: يوم تكون الأشياء كلها ضدك، اتذكر ان الطيارة حتى لو الطيارة الورقية ناخذها بعكس اتجاه الريح، لان لو اخذتها باتجاه الريح ما بتطير. ففي بعض القيود ساعدني اني انا اتبنى فكر الفكر التطويري اللي كنت اقول عنه. هاي بعض القيود الوهمية اللي لازم نشيلها: انا لا استطيع، انا غير مبتكر، انا غير قادر، انا ما بعبقري، انا تفكيري، يعني هاي الاشياء اللي هي انا ما عندي وقت. هاي كلمتنا هنا، ما عندي وقت. If you want to do something you will find a way، تحصل طريقة. If you don't want to do something you will find an excuse، بتحصل عذر. وتذكروا دائما يا جماعة الخير ان عقلنا كالبراشوت، اذا انفتح يشتغل، اذا مسكر ما يشتغل، معناته مو بجالس اشغل عقلي. من الناس اللي يعتبرون أمثلة للإبداع والابتكار هنري فورد. هنري فورد طبعا هو صاحب سيارات فورد الشهيرة. لكلمة مقولة مشهورة في مجال الإبداع والابتكار، قال إن عملية التفكير هي أصعب عملية، عشان شي كثير من الناس ما تفكر. ما أعرف إذا مر عليكم في حياتكم ناس بالفعل ما تفكر، لأنه ما يبون يفكرون لأن العملية صعبة، في ماشي أي شيء وخلاص. أوكي، خلونا الحين ندخل شوي نتطرق لمفهومين الإبداع والابتكار. شو الفرق من بينهم؟ الحين عرفنا أنهم مهمين، عرفنا أن احنا محتاجين الإبداع والابتكار عشان رؤيتنا المستقبلية، وأنهم من أهم الركائز. هاي الأمور خلاص كلها عرفناها. نبقى نتعرف على مفهوم الإبداع. شو الإبداع بالنسبة لكم؟ شو الابتكار؟ أبا إجابات. تفضل عبد الرؤوف أو مريم. مريم رفعت يديها. مريم. هاي أوكي أنا قبل. هاي. زين الإبداع شيء موجود في الإنسان إنه هو يبدع. بس الابتكار يعني اوريدي فيه شيء موجود، بس انا ابتكر واغير فيه، اسوي له مثلا على شيء جديد. ممتاز، اجابه رائعه. عبد الرؤوف دورك. هي ما منزل على كلام اختي مريم، اللي هي الابداع ان تاتي بجديد، الاتيان بجديد او خلق حاجه جديده. الابتكار يعني الصراحه استاذ الدكتور انا في النهايه اشوفهم وجهان لعمله واحده، يعني ما في فرق بينهم. دكتورة إذا تسمحي لي بس ثانية، إذا تسمحي لي عزتنا إخواني الحضور، تسجيل الحضور يتم عن طريق رابط أو باركود نرسل لكم إياه الآن، بيظهر أمامكم. تصور الباركود وتسجل اسمك وإيميلك عشان توصل الشهادة على الإيميل الموجود في مكان التسجيل. عبد الرؤوف كم من الوقت عندنا؟ أنا خبر 12 تقريبا، يعني عندنا ما 40 دقيقة. اوكي، الا اذا نص ساعه عشان نفتح باب الاسئله دكتوره. اوكي، فهذا الباركود قدامكم، مجردكم صورتوه بينقلكم لصفحه التقييم، ومن التقييم ستصل الشهادات الى ايميلاتكم او عبر ايميلاتكم، وبنعرض لكم الباركود ان شاء الله في النهايه بعد. شكرا عبد الرؤوف. استاذ انا عندي بخصوص الابداع والابتكار. عبد الرؤوف رجع عن PowerPoint presentation لو سمحت. أوكي مريم تفضل. فاطمة يا أستاذة. فاطمة؟ أوكي. مريم رفع يديها. مريم أنت عقب. لا خلاص أنا جاوبت. جاوبتي أوكي. أكيد إيديك بعدها مرفوعة، خلينا ننزلها. بخصوص الإبداع، الإبداع أنا أشوف الإبداع أن الشخص يوظف قدرات ومهارات عنده على أساس أنه يوصل لمرحلة الإبداع،
والابتكار أن إيجاد فكرة وسيلة طريقة مبتكرة. أوكي حلو وكلام جميل رائع. هذا اللي أنا أشوفه. إنزين. كلام رائع بس أنا شوية مشغولة شو بسوي شير. سامحينا عاد. لا لا كل واحد أفا عليك. دكتور من اللابتوب صح؟ هي. في حدال صورة المايك مربع عليه سهم. أسوي له شير. جاوبوا مريم وفاطمة وعبد الرؤوف ما شاء الله عليكم كفيتوا ووفيتوا. بالفعل الإبداع هي العملية الأولى اللي تسبق الابتكار، أني أنا كيف أوظف القدرات اللي موجودة عندي بحيث أني أنا أطلع بشيء مختلف، شيء مميز. تعريف العلمي اللي موجود في الكتب، هذا التعريف اللي أنا حاطتنا قدامكم مترجم عن اللغة الإنجليزية، هو مخزن ومربى الأفكار. هاي الأفكار تنتج عن معارف سابقة. انسوا قصة تندمج في النسيج العصبي للمخ، ولكن هل كان موجود والتقود لفكرة أصلية. أصلية معناتها ما حد طلع فيها غيري، شيء يعني يخليك تقولين واو. فهذه الإبداع. دائم إذا أرسم دوائر، ما بأرسم دوائر الحين وأطلع PowerPoint presentation، بس يوم أرسم دوائر للطلبة أقول لهم مرحلة الإبداع هي المرحلة الأولى، تليها مرحلة الابتكار. الابتكار هي عملية الدمج بين الفكرة المبدعة اللي طلعت عندي وبين المنطق الصحيح، بحيث أني أنا أخذ هاي الفكرة وأطبقها. فالكلمة المفتاحية هي الرئيسية، هي كلمة التطبيق. كيف تحول الإبداع الشيء المبدع هذا إلى شيء وفكرة مطبقة؟ أصحاب ريادة الأعمال وإدارة الأعمال والبزنس يضيفون عليه ذات ربح. لازم أي منتج مبتكر يبلغ هاي الفكرة اللي قائمة عليها فكرة السيليكون فالي بطبيعة الحال. ستيف جوبز تعرفونه الله يرحمه، عنده تعريفات مختلفة للإبداع والابتكار. طبعاً في بعض الناس عرفوها على أساس أنها تحويل أفكار جديدة إلى واقع، تحويل تفكير وإنتاج. ولكن ستيف جوبز باعتبار أنه يشتغل ويا التكنولوجي قال كلام جميل، أنا بخليكم تطبقونه الحين في خلال دقيقة. بنلعب، تبون تلعبون؟ بتفتحون الرسام أو ورقة وقلم عادي، أوكي؟ بعدين اللي أباكم تسوونه أباكم تحطون نقط في الصفحة. ست نقاط. براويكم كيف الحين. هاي طريقة ستيف جوبز. طبعا هم نقط بس انا طلعوا عندي دوائر، مو مشكله. شفتوها؟ ايه ست نقاط. اباكم يا اما تاخذون ورقه
يا إما على الرسم، بس أفضل ورقة عشان تكون عندكم حرية في الرسم، وترسمون ما عليكم أمارة هاي النقط التسعة، ويوم تخلصون ارفعوا ايديكم عشان أعرف إنكم خلصتوا. خلصتوا معقول؟ ست نقاط ما يبالها شيء. خلصنا. في بعض الصعوبة إن بعضهم فاتحين على التليفون فما يعرف وين الريز هاند. أوكي. أنا شيء. إنزين الحين خلاص سوينا ست نقاط، اللي أبا التسع اللي أباكم تسوونه الحين خلال دقيقة، بعطيكم دقيقة، أباكم ترسمون شيء بحيث إنه تشملون كل الست نقاط، أو يعني بعض الست نقاط، ترسمون في هالست نقاط شيء، بس يكون يمر بتسع، أنا أكرر ست، ستهم تسع مو ست، بس ترسموا أي شيء بحيث إنه يكون من خلال هالنقاط فقط، ما تطلعون برا يعني. شوف إبداعكم. قولنا اللي يخلص يقول لنا شو رسم، شو الرسمة ومدى الصعوبة، كان سهل صعب طلعت حلوة، يعني بقول لكم سووا لها شير، بس إذا كنتوا رسمتوها صورونها وبتسووا لها شير بعد ندخل في تعقيدات، ما عندنا وقت، المرات اللي هي إن شاء الله يكون عندنا وقت أزيد. شاركونا شو رسمتوا؟ محمد رسمت عصفور. عصفور حلو، طلع يشبه العصافير. بعد هذا غير ويت نفس طيارة ورا مريم أسمع مريم أسمع أسمع طيارة ورطية. أوكي حلو، وبنطيرها هذه أمل. شو بعد؟ الثاني. عليه علم اللي جميلة. رسمت بيت. العلم. في حد عند التلفزيون شغال؟ أنا أسمع الثاني عبد الرؤوف. الحين انا ابا الحين استخدمتوا هالثري الناين دوتس عشان ترسمون، اباكم تتخيلون لو كان عندكم فرصة اكبر من النقاط شو كنتوا بترسمون، تخيلوا هاي النقاط مرتصة ويا بعض مثل اللي موجود قدامنا على الشاشة، الشاشة هي عبارة عن نقاط على فكرة صح، تعرفون بيكسلز يسمونها بوصلات بالعربي، ما اعرف صح ولا لا عبد الرؤوف بالعربي ايش يسمون البيكسلز، بس حيدهم بوصلات. يقول ستيف جوبز ان الابتكار والابداع اذا كان عندي، كل ما كان عندي دوتس ازيد كل ما كان عندي القدره اني انا ابدع ازيد. شو رايكم في الكلام؟ يعني تخيل انتوا الحين رسمتوا رسمه على فقط تسع نقاط، لو كانت هاي النقاط ازيد ما كان بيكون عندي القدرات اني انا اسوي منحنيات اكثر صح؟ صح طبعا. هاي وجهه نظره ان قدراتنا على انتاج افكار
خلينا نقدر نكون مبدعين أزيد. شو أهمية الإبداع والابتكار يا جماعة الخير؟ طبعاً في شركات كبيرة طلعت واختفت، اللي لحقوا على كودك، هيلون كودك؟ الكاميرا؟ وين كودك اليوم؟ كودك على فكرة ما فشلت في الابتكار، فشلت في إعادة الابتكار. فكروا، كانوا يعني رواد في مجالهم صراحة. كلمة كودك كنا نشوفها في كل مكان. فشلوا في أنهم يواكبون عصر الثورة الرقمية، الكاميرا الرقمية. أشياء كثير انقيت على نفس المنوال. اليوم أحدث أمثلة عندنا تويزر أس، أعرف أنه لا زال موجود في صحارة، بس موطنا الأصلي تويزر أس انتهى. ليش تتوقعون تويزر أس انتهى؟ مو عشان الأزمة العالمية والفلوس وهاي القصص، كلها الفلوس موجودة. ما قدرش يواكب التطورات اللي بتحصل. أشكرك هنا، ما قدر يواكب التطور الفكري اللي حصل. حتى الأبنائنا اليوم، عيالنا أكثر شغلهم وين؟ شوفون البرامج اللي يعني مهولة اللي طالعة على الآيبادات وهاي القصص. أنا حتى أنا مو قادرة أتبع وياهم من كثر ما في أشياء طالعة، خطط حرب، استراتيجية وضع ما أدري شو. في ناس جالسة تفكر تستخدم التكنولوجيا الموجودة، التطور الموجود، ميول الأشخاص بحيث أنها تبدأ أشياء إحنا أصبحنا غير قادرين على إن إحنا نتواكب وياهم. ما أعرف إذا تدخلون مرات على اليوتيوب، اختار جيشك، تبغى الجيش العربي وضع له خطة، يلعبون يا بعض. في رمضان عيالكم ما كانوا يلعبون يا بعض؟ أشياء إحنا ما نعرفهم شو ياسين يسوون. منو يصفوا عدالي اللي شو أنا بنتي كانت تسوي أشياء ما أعرفهم شو ياسين تسوي، وتبني وتحفر وتطلع وتنزل وأقول شو تسوي. بهالدرجة أصبح إعادة الابتكار عملية ضرورية. إذا أنا بمشي على نفس السيستم اللي أنا فيه بتعب، لأن الأشياء يس تتغير من حوالينا. اليوم الجميع يتكلم أنه عقب أزمة كورونا الحياة ما بتكون نفس مكانها. إحنا لازم نكون سباقين بحيث أن إحنا نفكر شو اللي ممكن يكون عشان نبدأ نضع الحلول المناسبة له. قلت عن هنري فورد قبل شوي. هنري فورد طبعا يعني من أوائل صناع السيارات في أمريكا، وكانت مبيعاتهم في الأيام ما كانت سيارة تشوفونها السودة هالبوكس اللي نشوفها في الأفلام الأمريكية القبلية، ارتفاع 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 ارتفاع. بعد الحرب العالمية الثانية كان عندهم دروب لم يشهد له، يعني الشركة لم تشهد لها مثيل من قبل. طبعا يوم راجعوا حساباتهم شافوا المشكلة وين، في تفكير هنري فورد نفسه. تفكيره شو؟ قال منو بيسوق سيارة غير سودة؟ لازم السيارة تكون سودة. فمستمر في إنتاج السيارة السوداء. عقب الحرب العالمية الثانية استوت رفاهية للمجتمع، الناس بدأت تفكر تقول ليش أسوق سيارة سوداء إذا بقدر أخذ حمراء أو بأخذ لون ثاني. فبدأوا يميلون الأشياء مختلفة. فأنت أيضا في عملية الإبداع والابتكار تكون ريسبونسيف، مستجيب للمتغيرات اللي حواليك، تدرسها عدل وتستجيب لها. اللي ما بيقدر يسوي هذا الشيء بيزول من الساحة. في عندنا طبعا قلنا ان الابتكار صح نولد فيه، ولا هي النقطة مهمة انا بروح لها بصراحة. انا هاي النقطة بالنسبة لي مهمة اني انا اناقشها وياكم. احنا قلنا قبل شوي يوم قدنا المثل، قلنا هي هذه هني، قلنا ان احنا الانسان خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان يولد بقدرات على الابتكار والإبداع. فرويد هذا فيلسوف وكاتب شهير مشهور في الغرب، يقال يا جماعة الخير أنت كل ما تعرفه عن الشخص الإنسان اللي واقف قدامك هذا، حتى لو كان الشخص نفسه، كل اللي يعرفه عن نفسه في هاي الجزئية اللي طالعة قدامكم من جبل الجليد، تعرفون جبل الجليد آيسبرغ؟ كل اللي تعرفه عن نفسك هي جبل الجليد، الجزء اللي طالع من جبل الجليد. وين باقي جبل الجليد؟ وين يكون؟
ورا الجليد او تحت الجليد مش باين. كنت تحت الماء صح اللي دعمت التايتانيك هاي الصوره صح جبل الجليد اللي تحت اكثر من اللي فوق عشان شي التايتانيك هي تسوى الدب كراش لا ما يشوفون اللي شافوه الجزئيه هذه بس يقول لك الانسان هو شي احنا ما نعرف عن نفسنا يعني سبحان الله الانسان يوم بدا يكتشف في نفسه ويكتشف اللي حواليه طلع شي برا يكتشف اللي برا ما راح يكتشف اللي داخل قليل من يعني العلوم اللي بدت بالفعل تدرس الانسان الحين انتشرت هاي العلوم منها علم ال NLP البرمجه اللغويه العصبيه وعلوم كثير بس بدات تدخل في الانسان تقول ليش طلعنا برا سافرنا الفضاء رحنا اماكن ما حد راحها بس ما تعمقنا في النفس البشريه ايضا في ايه في القران دائما يستشهدون فيها يقول لك وعلم ادم الاسماء كلها ادم نسبه الى البشريه مش فقط ادم يعني احنا نولد عندنا علم اساسا بس ما نعرف نوظف هذا العلم عندنا قدرات بس ما نعرف نوظف هاي القدرات طبعا هاي القدرات لو ما كانت موجوده كان ما وصلت البشريه للمرحله اللي هي فيها كان تمت بدائيه لكن طريقه توظيفها طريقه اخراجها هل غايب عنا فمهم جدا ان احنا نؤمن بالقدرات الكامنه في لحظات مرات اقول ما ادري انا يعني حسيت التصرف اللي تصرفته غلط طيب انت وين عرفتي انه غلط وما يكون مر عليك ولا متاكده بس عرفتي من خلال المخزون الفكري اللي موجود فينا خلق الانسان علمه البيان فهاي المعرفه هذه ضروريه بين ما هو موجود بالعقل الباطن والموجود بالعقل الواعي احنا دائما ننظر للعقل الواعي المعلومه اللي موجوده من كذا يقول لك غذي عقلك الباطن قول له كلام ايجابي لا تقول ما اقدر لا تقول كذا ليش لان هاي بتنعكس شئنا ام ابينا يا جماعه الخير انتم لو نمتوا زعلانين بتشوفون الاحلام اللي تجيكم كوابيس لان عقلكم الباطن شغال يطلع لكم الاشياء لو رقدتوا فرحانين بتشوفون الدنيا ورديه فهذا بطبيعه الحال مهم جدا في عمليه الابداع والابتكار كنت أتكلم عن الأدوات اللي موجودة للإبداع والابتكار أدوات مهمة للغاية أهم أداة للإبداع والابتكار طبعا الأدوات أنا على حسب ما درستها مختلفة في الأدوات البريطانية وفي الأدوات الأمريكية وفي الأدوات أو خليني أقول منهجيات بريطانية وفي منهجيات أمريكية طبعا أنا بديت أدرس المنهجيات البريطانية بحكم دراستي في بريطانيا بس بعدين عقب رحلة ستانفورد اكتشفت أن المنهجية الأمريكية هي المنهجية المتبعة الشركات العالمية الضخمة العملاقة مثل جوجل مثل أبل من ضمنها هذه اللي يسمونها design thinking طبعاً عشان ندرسها هذه احنا ناخذ فصل كامل ويا الطلاب ندرسهم إياها لكن أنا بمر لكم عليها مرور سريع هي عبارة عن مراحل ينتقل من خلالها الإنسان عشان يبدأ ياخذ من عقل المعلومات ومخزونة ويطلع شكل مبتكر المرحلة هاي تمر أول مرحلة مرحلة الفهم والملاحظة أنا هالهنتين اللي ويا بعض في البداية أعتبرهم مرحلة واحدة. يقول هذا الشخص اللي اسمه أينشتاين يقول لو كان عندي ساعة فقط لحل مشكلة ساعة 60 دقيقة بقضي 59 دقيقة أفهم المشكلة. شو كانت مشكلة كورونا أساساً؟ هو مرض فيروس بس شو مشكلته؟ بقول لكم مشكلة هي سريع الانتشار مشكلة انهم ما بفاهمين شو كورونا اساسا ما بعارفين له ما بعارفين يحددونه ما بعارفين طلعوا له دواء وعلاج مصل لا ما بعارفين له ففهم المشكلة عملية مهمة جدا في وجود حلول لها ايوه مريم تقولين شيء لا اسمع كيف نفهم المشكلة؟ تفضلي أنا أسفة على المقاطعة فيروس كورونا لو تسمحي لي بس كان أصلاً في أساس فيروس سارس اللي صار من كم سنة وقالوا أن هذا راح يكون فيه تطور للفيروس مستقبلاً ولكن كثير من العلماء أو الناس اللي على خبرة ما أعطت الموضوع الاهتمام
تطور الفيروس تطور الفيروس كان متوقع من اكثر من 10 سنوات. مضبوط. ولكن نرجع نقول الفهم الصحيح لاي مشكله يضع لها حلول. بما ان احنا امرايم نحط حل احنا مش فاهمين المشكله، مش فاهمين ابعادها. كيف نفهم المشكله؟ انا هذا المثال احبه، 5 wives and 1 husband، من خلال الاسئله، من خلال الاستكشاف، من خلال الاطلاع، من خلال القراءه، من خلال الملاحظه. هاي كلها عوامل تخليني او تساعدني في اني انا اضع حلول. من خلال التفكير المختلف عن الاخرين. اذا كنا جميعنا نفكر بنفس الطريقه ونهز راسنا نقول صح 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 صح. في شخص ما بيجلس يفكر، جالس بس ماشينا، صح؟ ما يبغى يفكر. ليش؟ لأن ما مثل ما قلنا في البداية، التفكير هي أصعب عملية، عشان شي يعزف عنها الكثيرون. يجلسوا في اجتماع بتشوفون حد تعبان ويناقش وحد جالس بس مشي 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 مشي، يعني بس فكونا من هالاجتماع. تمر عليكم هالأشخاص، صح؟ لا تزعلون من الشخص اللي يفكر بشكل مختلف عنكم. هو جالس يفكر بس طريقة تفكيره مختلفة. ننظر للأمور من زاويته. تكلمنا طبعاً عن عملية إزالة القيود الوهمية، هي عملية مهمة جداً في عملية أو في مراحل أدوات الابتكار. في أيضاً من الأدوات المهمة اللي هي عملية توليد الأفكار. كلنا نستخدم توليد الأفكار، بس بعض الأحيان يمكن ما نستخدمها بالنمط الصحيح. توليد الأفكار أو عمليات مثل ما يسمونها brainstorming أو العصف الذهني هي أحدى أهم العمليات اللي نستخدمها، بس ما نستخدمها على طول، نستخدمها عقب ما نحل المشكلة، نفهم المشكلة. يعني لو قلت لكم تعالوا الحين خلونا نسوي عملية عصف ذهني لندور حل حق كورونا، بس إحنا خلينا نفهمها أول بعدين نسوي العصف الذهني. فالتسلسلية في عملية الديزاين ثينكينج مهمة جدا. طبعا في عملية العصف الذهني يا جماعة الخير كلنا نسوي عصف ذهني. تذكروا أشياء مهمة، تذكروا أن في العصف الذهني المرحلة الوحيدة اللي أقول quantity over quality. أنا ما أدور للquality أحين، لأن عملية عصف ذهني أطلع كل شيء. العصف العاصفة شو تجيب؟ تجيب الجيد وش سيء. فنطلع كل شيء وبعدين نبدأ نقيم في مرحلة عصف. احنا للمشكله للاسف كثير من الاحيان مثل ما قلنا احنا كيفني انا اقول افكاري، كل ما قلت فكره ما عيبتكم، كل ما قلت فكره ما عيبتكم، صح؟ عمليه العصف الذهني معناته اني انا احط كل الافكار كوانتيتي اوفر كواليتي. سؤال، من أين تأتي الأفكار؟ وين تجيكم الأفكار؟ وين تجيكم؟ وين تجيكم؟ وين تجيكم بالضبط؟ في أماكن معينة تجيكم فيها الأفكار؟ مريم؟ يمكن على حسب المشكلة اللي نواجهها. أي. مريم في مكان معين تيجي فيه الأفكار أو أوقات معينة؟ كيف؟ أسمع. هل في مكان معين أو يعني طريقة معينة تيجي من خلالها الأفكار أو مكان معين؟ لا مو بشرط مكان معين، يعني أحس عادي أي وقت ممكن تجيني فكرات. أوكي. عبد الرؤوف عندك إجابة؟ يمكن يعني الوقت، يعني مثلا قبل النوم مواسط الرياضة. رائع. مخك ما يكون مركز على شيء فهو تطلق له العنان يعني. جاز هنا. أنا كنت أقول كذا، كنت أقول وقت ما يكون يعني وقت قبل النوم. وقت الإنسان عنده استرخاء تأمل. أستاذة أشكرك يا هنا، بس خليني أوقف عند كلمة هنا هني يوم قالت تأمل. بالفعل اللي يسوون تأمل عشان يغوصون في العقل الباطن، تحيدون الآيسبرغ اللي في داخله أكثر من اللي نشوفه. ترى هناك كل الأفكار. شوفوا سووا دراسة
عشان يعرفون وين الأماكن أو الطرق اللي ممكن نجيب منها. عملية العصف الذهني بتجيب لي 26% من الأفكار. تيكم الأفكار وأنتم تسوقون السيارة أو تنتقلون من مكان لمكان؟ أكيد تيكم، لأن أنا فيني خاصة ما أكون بروحي. 24% من الأفكار كرمتوا وأنتم في دورة المياه. يوريكا يوريكا وين يأتي الأفكار وهو في دورة المياه؟ أثناء الرياضة، أثناء أو قبل النوم. هاي مرحلة قبل النوم أقرب ما يكون الإنسان إلى عقل الباطن، فتي الأفكار. ليش؟ لأن مثل ما قلنا نكون قريبين من العقل الباطن. أوكي، إحنا عندنا كل إنسان عنده فصين في مخه، تعرفون هذا من أيام العلوم صح؟ هالفصين كل واحد منهم مسؤول عن شيء، اليمين عن شيء واليسار عن شيء. اليمين مسؤول شكون ملون، مسؤول عن الأفكار الإبداعية، مسؤول عن الألوان، مسؤول عن الأحلام اليقظة، مسؤول عن الصور، الموسيقى، الشعر. هذا جزء الإبداع. دائما في بادي لانجوج يقول لك إذا سألت حد سؤال وعينه راحت يمين رايح يجيب إجابة خرافية يقول لك إياها، كذب ما بحقيقة. اليسار مسؤول عن المنطق، مسؤول عن الأرقام، مسؤول عن الخطوط، مسؤول عن الستركتشر، مسؤول عن التسلسل، مسؤول عن الأشياء الواقعية. إحنا كبشر دائما نغلب وحدة على الثانية، شوف إن حد مغلب عملية المنطق يفكر بال يعني بالجزئية اللي تهمه فقط باليسار، يفكر بال وحد لا عايش في أحلام اليقظة طول الوقت، يشعر ويغني ويقصد وعايش his own imagination، ما بوياه في عالم ثاني. كبشر دايم شيء نحب التطرف. يقولك أفضل شيء إنك أنت تمزج ما بينهم عشان تقدر تطلع بأفكار مبدعة ومبتكرة. تكلمنا عن فرويد وقصته. مهم جدا إن إحنا نكون قريبين من العقل الباطن عشان نقدر ننتج أفكار إبداعية. الطرق المديتيشن، التأمل مثل ما قالت هنا. في عمليات العصف الذهني، لأن احنا ياسين نتكلم في أفكار، أنا هاي طريقتي. أول شيء أحب أفكر بروحي، أروح أتأمل، أفكر في الموضوع، أفهم الموضوع عدل. ما أعرف الأمريكان طريقتهم غير، في الطريقة الأمريكية وفي الطريقة البريطانية. الطريقة الأمريكيون يجلسون كلهم في مكان واحد ويحذفون الأفكار، أنا ما أعرف أفكر شيء، بس يعني هي هاي طريقة موجودة، اللي يحب يفكر فيها أوكي موجودة. أنا أحب أفكر بروحي، بعدين أحب أفكر في مجموعة صغيرة، بعدين أحب أشترك في المجموعة الكبيرة بالأفكار. إذا حطيتوني في مجموعة مرة واحدة وتشيها سيني فكرون أتشتت، ما أقدر أنتج. عشان أختم بقول لكم أن الابتكار والريادة هما أكبر هبة في التاريخ. الاقتصاديين يعتبرون الابتكار مفتاح النجاح، وهو سبب نجاح الاقتصاد الأمريكي لو فكرتوا فيها. السيليكون فالي، الاقتصاد الأمريكي ليس بقوة، ما عندهم أجريكالتشر أو يعني زراعة مثل ما موجودة في أوروبا. كلكم تصيرون أمريكا ونصير بريطانيا نصير أوروبا، شوفوا الفرق بين المنتج الزراعي الأمريكي والأوروبي. قارنوا بين سيايرهم بروحكم، شي في فكركم، قارنوا بين السيايير الأمريكية وبين السيايير البريطانية. رغم عدم كثرتها بريطانية، لكن شوفوا متانتها وقوتها. ويعني أتكلم عن رود رايد، أتكلم عن يعني سابقا رينج روفر، هناك تتكلم عن الشيفرولين، تتكلم عن السيارات صح قوي يعني قوي، ولكن مش في عظمة هاي المرسيدس البي ام. أوروبا تسيرون هناك في الصيف تشوفون المنتجات الزراعية عند على فكرة أمريكا صح كبيرة ومتنوعة، بس أوروبا غير، تربتها غير، فمنتجها غير. تشوفون الفواكه، تشوفون الخضرة كيف هناك، تشوفون ما بتروم تقود زراعيا، ما بتروم تقود صناعيا، ولكن رامة تقود من خلال الابتكار، التنوعية، الاختلاف. في عام 1957 في عالم اقتصاد اسمه روبرت سولو، وهو أحد الحائزين على جوائز نوبل، قال إن الابتكار ساهم حوالي 90% من نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حقائق.
في واحد ثاني في عام 2011 قال إن حوالي 90% من الناتج الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية تحقق بفضل الابتكار والإبداع. يسوون شيء بيسوونه حتى في أفلامهم، يعني أبسط ما فيها تشوفون أفلامهم غير، يركزون على عوامل الإبداع والابتكار في جميع جوانب حياتهم، وهذا اللي خلاهم يقودون أو خلى اقتصادهم مثل ما شفنا في الصورة أول صورة من أقوى الاقتصادات عالميا. أنا طبعا أشكركم شكر جزيل على حسن الاستماع والإصغاء، أتمنى أني أنا أكون فدتكم بشيء اليوم، وإذا كان عندكم أسئلة لا زال عندنا يمكن مع 10 دقائق عبد الرؤوف عادي تولى هذا الموضوع، نشوف شو القصة. شكرا لك دكتورة، ونحب ننبه مرة ثانية على باركود التقييم لتصل التقييم للجهات المعنية والشهادة عبر الإيميل. دكتورة أنا بسأل بس عشان وقت هذا الحضور يسجلون، في مقولة من يوم صغير أثر فيني اللي هي إذا كان في مهمة صعبة أعطيها لأكثر شخص عشان يحصل أكثر طريق، فهل هذه المقولة صحيحة؟ شوف احنا قلنا الإنسان بطبيعة الحال مبدع ومبتكر صح؟ ودائم يستخدم إبداعه وابتكاره لمصالحه، فبما أنه كسلان جدا فأكيد بيستخدم أقصر الطرق عشان ما يتحرك، بيبدع في هذا الموضوع. احنا نبدع في الأشياء اللي نحبها. بقول لك مثال بس لا تقول حق حد. أخوي حتعرف احنا نستيعني يوم نطالع التلفزيون نستخدم الريموتات وهاي القصص، فكان في فترة من الفترات كان الريسيفر موجود في الصالة وهو حجرته كي، فكان عشان يغير الريسيفر لازم يجي الصالة عشان بس ردا على سؤال، طبعا هو متعايز يجي الصالة، فشو سوى؟ حط منظرة انعكاس، ها ابدا ما انساها هاي، عشان شو؟ عشان يضرب، يعني شوف الانعكاس كيف الابداع، يغير وتضرب هناك الاشاره السيجنال وتتغير عشان ما يقوم. فبالفعل يعني الانسان عنده قدرات، بس في فكره كيف انمي القدرات وفي حد يخمدها. اتمنى اكون جاوبت. ممكن اقول لك كلمه استاذه؟ تفضلي. هنا انا ام محمد. تفضلي ام محمد. انا بقول ان الابداع كله والابتكار الله سبحانه وتعالى وضعه لنا في الايات القرانيه، اللي بيدبر الايات القرانيه بيجد فيها ابتكار وابداع رهيب. اول حاجه ربنا قال لنا اقرا، اول سوره اقرا، فالانسان اللي بيقرا والانسان اللي بيتعرف على المعارف والاشياء الحديثه بيقدر يبتكر. الانسان اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وفي انفسكم افلا تنظرون، الانسان ينظر في جسمه ويشوف الابداع الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه في الانسان بيقدر يبدع في المجالات كلها. الايات الكونيه اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها إبداعات، فالإنسان لو اتبع المنهج القرآن وتدبر في الآيات القرآنية سبحانه وتعالى يقدر يبدع في كل شيء في حياته. ومشكورة، وكانت محاضرة ما شاء الله شيقة، وجزاك الله خير حبيبتي. والله جزاك الله خير، وشكرا على الحضور وعلى إضافاتك يا أم محمد. أم محمد القرآن كتابنا يعني المقدس، سبحان الله في من الحث على الإبداع، الحث مثل ما قلتي على القراءة والإطلاع، الحث على التدبر، الحث على التأمل، فانظر في خلق السماوات والأرض، يعني حتى التأمل اللي ياسين نتكلم عنه، الحث على الإبداع والابتكار مثل ما قلتي، الحث على الطاقات الإيجابية مثل ما قلنا قبل شوي، نقول سورة يوسف، سورة مثلاً مريم، صور اللي أنا أقراها وأحب أقراها وتعطيني حافز، هذا كله موجود، الأرقام، الفلك، كل شيء موجود، بس اللي يقرأ ويتدبر صح؟ أشكرك شكر للجزيل يا أم محمد، إذا إن شاء الله منو عندنا آيات مرفوعة؟ أشوف مريم؟
ولا من مساع هاي؟ لا لا هاي من مساع. ها اوكي. ريم كلها تنسى ايدها مرفوعة. حلوة. منو حاب يسأل؟ حد حاب يسأل شيء؟ او يضيف اضافة؟ عموما كان وقت ممتع وياكم قضيناه. انا بصراحة ما حسيت بالوقت كيف مر، يعني حبيت وجودي وياكم. هذا انعكاس اخر لكيف ان احنا سوينا ادابت سريع للتكنولوجيا. يعني يمكن اذا قبل الكورونا حد قال لنا تعالوا سووا محاضرة اونلاين كلكم بتقولوا لا لا ما بنحضر اونلاين، صح ولا لا؟ سبحان الله الكورونا علمتنا اشياء وبتعلمنا اشياء، بنطلع من ازمة الكورونا بشكل مختلف لما بعد الكورونا، وبتكون اضافة لنا واختبار حقيقي لقدراتنا والانفراستراكشر مالتنا او البنية التحتية مالتنا في التكنولوجيا وفي اشياء كثير الحمد لله رب العالمين. لحد يحب يضيف شيء؟ عموما جزاك الله خير عبد الرؤوف، وجزاكم الله خير يا محمد وفاطمة وكل الحضور، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.